انت ولا حاجة، بتعمل ايه بنفسك؟ ابوك اللي جاب لك الشغل، ومامتك بتعمل لك كل حاجة، حتى البنت اللي بتحبها مش قادر تخليها تحبك. اللي حصل النهاردة دمر كل حاجة. منظر ايه قدامها دلوقتي؟ ترى بتقول عليا ايه؟ عيل. الله يسامحك يا بابا، الله يسامحك. ايه بتكلمي مين؟ بكلم واحدة صاحبتي، عاوز أسألها أخبار الجامعة. إيه؟ لا قولي لي يا رباب، أنت مبسوطة بالجامعة؟ أيوه، أنا بحب الدراسة قوي، نفسي أكمل كمان. برافو عليكي. أنت موافق؟ قوي، والعلم كان اللي قلت لعمي إنه يساندك، وأنا معاكي كمان. بس أنا زعلان منك. أنت زعلان مناني؟ سألتنيش إيه الأخبار وعامل إيه في رسالة الماجستير. معلش، أنا أصل الدراسة شغلاني قوي، خايفة أعيد السنة أو أشيل مادة، ولو عملت كده هتنهد فوق دماغي. عشان كده ما بفكرش في أي حاجة تاني. عندك حق. أنت زعلت مني؟ بالعكس، أنا مبسوط بالكلام اللي أنت بتقوليه، لأن قد المسؤولية وقد التحدي، وهتثبت للكل إن كان عندنا حق لما قلنا لك اعملي اللي أنت عايزاه. مجدي، أنا عاوز أكلمك في موضوع كده. عارف. عارف ايه؟ تشغليش بالك، انا بحبك بس مش هتجوزك غصب عنك. انا عارف انت بتفكري في ايه، عايزه تحققي طموحك، واللي بيحب حد لازم يوقف جنبه عشان ينجح، ولا ايه؟ انا قصدي يعني انا ما عايزاش اتجوز دلوقتي. براحتك، صدقيني انا فاهمك كويس. اقول لك على حاجه، لما خدت الثانويه العامه كان نفسي ادرس في الجامعه، كانش ليها اتجاه معين، مش عارف ادخل كليه ايه. أمي قالت لي لازم تتجوز، قلت هي فرصة الواحد يتجوز يبقى معاه مرته والعيال وعيش حياتي، وهي عندنا الأرض والفلوس كتير. بس لازم تكملي حلمك، إما هتفضلي زي ما أنتي. صحيح الجواز حاجة كويسة وجميلة، بس التعليم أهم. بس أنا صحيح كبرت شوية. هو لساك صغير. أنا عندي 35 سنة، أنت صغيرة عني بكتير. بس انا عمري ما حسيت انك كبير. صح. قولي عاد، عملت ايه لما رحت الجامعه اول مره؟ تضحك عليه. اول يوم في الجامعه كنت عايز ابقى اشيك واحد فيها، نزلت الوكاله واشتريت بدله شيك. اول ما دخلت الجامعه ورافع راسي فوق، كل الناس ضحكت عليا. بس السبب مش منيهم، السبب مني. لازم اعرف انا رايح فين والمناسب ايه عشان ما اقعش، ولا ايه؟ صح. الو، دكتور رؤوف. معلش انا اسف اذا كنت بزعجك. لا لا لا، مفيش حاجه، ان شاء الله يا رب المدام تكون بخير. الحمد لله. هي نزلت راحت تزور ناس قريبها هنا في اسكندريه وهترجع بالليل، قلت فرصه عشان اشوفك ونتقابل عشان نتكلم في موضوع يحيى. يعني هو يحيى كويس ولا ايه؟ اصل انا بقالي يومين ما كلمتوش. تمام، أنا كنت بشوف إيه اللي ممكن نعمله عشان يشوف ابنه. والله كنت لسه بفكر في الموضوع. طب قول لي يا دكتور أنت فين؟ اديني ساعة بالكتير وأكون عارف. باي.